وده الحقيقه اللي النهارده المدير الفني محمد مصلحي حاطط ده في ذهنه في الاعتبار. اهلا بيك والف الف مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله. اتفضل كابتن محمد. مساء الخير ومنورنا في البيت الكبير بيتك في قناه النادي الاهلي، وبنقول مبروك. خطوه مهمه جدا جدا لحصد اللقب ان شاء الله. مباراه النهائيه امام طلائع الجيش اعتقد مباراه قويه جدا، لان فريق طلائع الجيش كمان من الفرق المميزه. لكن خلينا كنا بنتكلم يا كابتن على ان النادي الاهلي دايما بيبص للبطوله، ممكن جدا لاسباب فنيه لاسباب اخرى ممكن النادي الاهلي يخسر في مشوار البطوله، ممكن يخسر مباراه، ولكن دايما وحضرتك اكيد عارف ان دايما عين النادي الاهلي على البطوله بشكل كبير جدا. تمام. الله اولا مساء الخير يا كابتن هاني. الله يخليك كابتن. عشان بس الناس تكون في صورة، ما قبل كورونا غير ما بعد كورونا خالص. صحيح. التفكيري كله طبعا زي ما حضراتكم قلتوا، التفكير كله ان انا اكسب بطولة مش اكسب ماتش بس. فتخطيطي كله على فكرة برضه انا لعبت فريق محترم في ماتش الزمالك الثاني، يعني حسام وقطب ناس شايله النادي الاهلي من فترة كبيرة جدا، بس اديت بقى لعبد الرحمن الحسيني جزء كبير من الماتش، ناشئ صغير عنده 19 سنه، اديت محمد رمضان، ريحت فعلا اربعه خمس لعيبه، واللعيبه عملت اللي عليها، وانا خدت من الماتش ده اللي انا عايزه. ان طبعا فرقه الزمالك فرقه محترمه جدا، خدت كل التكتيك اللي هو لعب بيه، وانا خططت الحمد لله بقى لي يومين ثلاثه بخطط الماتش ده، والحمد لله ربنا كرمنا جدا فيه، واللعيبه كانت قد المسؤوليه. كان في زي ما بقول لحضرتك استحملنا شويه انا واللعيبه شويه اهانات، لكن الحمد لله هم ردوا على كل حاجه، وربنا يوفقنا ان شاء الله. لسه البطوله ما خلصتش، واتمنى ان احنا دايما نكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. كابتن محمد، انتوا يعني بقى لنا كذا سنه يعني اللي بيتاهل معانا هو طلائع الجيش، يعني الزمالك بعيدا جدا عن المنافسه. لا الزمالك فرقه محترمه جدا. الايه؟ لا الزمالك فرقه محترمه جدا. انا ما قلتش غير، ما قلتش حاجه ثانيه، انا بتكلم ان دايما اللي بيتنافس النهارده مع الاهلي هو فريق طلائع الجيش لعد السنوات في الفتره الاخيره. يعني لا مش مع حضرتك في دي، لان هو المنافسه بتنحصر ما بين اربع فرق، سواء الاهلي والزمالك والجيش وسموحه. الزمالك عامل موسم كويس السنه دي، والجيش طبعا فريق محترم جدا له كل التقدير واحترامه، لكن ان شاء الله يعني الماتش هيبقى برضه صعب، ما هوش سهل. اكيد. صحيح. اكيد صعب. اكيد يا كابتن. انا برضو حابب اوضح، والنقطه يمكن من خلال كلام حضرتك معانا بتاكد على النقطه اللي انا اتكلمت فيها، ان ممكن جدا في خلال مشوار البطوله ممكن جدا على الشكل التكتيكي او على شكل التحضير او النظره للوصول للمباراه النهائيه او الوصول للنهائي، ممكن جدا زي ما حضرتك قلت انك تجرب بعض الناشئين في مباراه نادي الزمالك، طبعا من الفرق اللي بتنافس دايما، وفرقه يعني اكيد فرقه محترمه، لكن زي ما بقول الهدف هو دايما البطوله، وانك ممكن جدا تضحي، مش تضحي يعني تجرب في مباراه في خلال مشوار البطوله عشان الهدف الاكبر وهو الحصول ان شاء الله على بطوله الدوري. ده كلام صحيح تماما، هو ده اللي حصل في نهائي الدوري او نهايه الماتش الدوري. انا الماتش كان تحصيل حاصل، لكن الهدف الاساسي كان النهارده ويوم الاربعاء ان شاء الله. شكرا ليك. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يوم الاربعاء، وتكون ان شاء الله مباراه لصالح نادينا النادي الاهلي.